877 حالة شفاء جديدة من كوفيد 19 تم تسجيلها في البلاد خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت الشفاء في البلاد إلى 26759 حالة. نعم، من جانبها أعلنت الصحة تسجيل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد خلال ال 24 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل 7 حالات وفاة في المرض. تفاؤل لكن مع الحذر، مع استمرار ارتفاع حالات الشفاء في البلاد والتي وصلت إلى 877 حالة بإجمالي 26759 حالة شفاء، والتي رصدت خلال ال 24 ساعة الماضية. بلغ مجموع أعداد الحالات التي شفيت من بعد الإصابة بمرض كوفيد 19 في دولة الكويت عدد 26759 حالة، وهذا العدد يشكل نسبة 74.4% من مجموع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا سارس كوف 2، حيث جرى تسجيل 877 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية. خلال ال 24 ساعة الماضية ثبتت وتأكدت إصابة عدد 454 حالة بفيروس كورونا سارس كوف 2 في دولة الكويت. بلغت عدد المساحات والتي أجريت خلال 24 ساعة الماضية 2324 مسحة مخبرية PCR Polymerase Chain Reaction أو تفاعل البلمرة المتسلسل، في حين جاوز مجموع الفحوصات المخبرية عدد 334612 مسحة. مجموع الحالات المسجلة في دولة الكويت والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد 19 بلغ عددها 35920 حالة، وذلك بعد إضافة إصابات ال 24 ساعة الأخيرة. الحالات التي استدعت العناية المركزة يبلغ عددها 171 حالة. جرى تسجيل 7 حالات وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية، نسأل الله لهم وللجميع الرحمة. الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية ضرورة قصوى للحد من انتشار الوباء، الأمر الذي سيسرع من وتيرة العودة للحياة الطبيعية. فيما يخص الحالات التي تم التعامل معها عبر العناية المركزة، فقد تعامل مع العديد من الحالات والكثير منها قد من الله عليها بالشفاء، ونود الدعوة إلى ونكرر الدعوة إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة بالتباعد الجسدي وأخذ الحيطة والحذر، وأشدد الحيطة والحذر، وذلك للتقليل من نسب الإصابة بالعدوى وحماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. إخواني الكرام، المناسبات والتجمعات العائلية والاجتماعية تركت للمرحلة الخامسة من مراحل العودة للحياة الطبيعية وليست الأولى أو الثانية، ولذلك من المهم التقيد بالعودة التدريجية وعدم استباق الأنشطة قبل المرحلة المحددة والمخصصة لها، حتى لا تحصل أي نتائج لا قدر الله لا يحمد عقباها. تعاون تفاؤل بلا تهاون شعار هذه المرحلة، مع تذكر الإجراءات الصحية والالتزام بها والتي تتطلب تضافر الجهود للعودة لما قبل الجائحة.